الأهلي يقصو على مازيمبي بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهاية إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز لم يتحقق من قبل في أي بطولة إفريقية سوى إنجاز ريال مدريد سنة 1956 لحد 1960. ليبقى الأهلي وريال مدريد بس هم اللي حققوا هذا الإنجاز الرائع. ألف مبروك كابتن شريف. الحمد لله رب العالمين. بجد مبروك مبروك لجماهير النادي الاهلي. حاجه تفرح الجماهير لينا كلنا والمؤسسه كلها، ومبروك مجلس اداره وكابتن محمود، والحقيقه الاجهزه الفنيه وكل حاجه. مبروك للجماهير العظيمه اللي احنا شفناها النهارده دي. يعني انا لما دخل الجون فينا اللي هو الهاند بول ده، فكلمت نفسي وكلمت الدنيا، يعني معقوله النادي هتروح زعلانه؟ يعني عندنا مهمه نجيب جولين، نقدر نجيب جول واثنين وثلاثه، ولكن ظروفك وظروف الاصابات والغيابات والتشكيلات اللي انت بتلعب بيها في اول المباريات اللي بتجبرك كل الغيابات دي عليها. ناس راجعه تتفرج على امام عاشور النهارده، راجع من اصابه يعني مش سهله، هو والشناوي وكل الحاجات اللي بتحصل، المعوقات اللي بتحصل دي. ما زال النادي الاهلي بيقول كلمته داخل افريقيا وخارج افريقيا. عارف معنى ايه النهارده ان انت بتوصل خامس مره على التوالي دي؟ انت قلت 1956 ريال مدريد. ريال مدريد بس اللي حقق كده في اي بطوله عقاريه. بقول لك ده الاهلي بيحقق كل يوم، بيضرب ارقام نفسه يعني، بيضرب صحيح. ارقام الغير وبيضرب. ما كانش النادي الاهلي في المكانه دي كلها الحقيقه، بل هو في المكانه دي بسبب جماهيره العظيمه اللي احنا شفناها النهارده، بسبب مؤسساته وكوادره، وكل واحد موجود في النادي الاهلي عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. فرحه كبيره قوي النهارده الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. القدر طبعا انقذنا من فخ كان هيحصل لنا، وفخ مشروع يعني. الحمد لله ان الكره فعلا احنا بصينا هاندبول، يعني عشان الناس تبقى مطمنه بس، ان احنا لم نجامل ولن نجامل في افريقيا على فكره، ولم نجامل قبل كده، يعني محدش جاملنا قبل كده. صحيح. اذا كان الفار شاف اللعبه وكده، في حاجه تضاف للتحكيم الافريقي. اسمها ايه البنت؟ ماريا. ظلمتنا مرتين ماريا دي قبل كده. ماريا ظلمتنا ماتش اتحاد العاصمه وسان داونز في البينالتي بتاع بيرسي تا. الحمد لله يعني. بس ماريا احنا جبنا ثلاثه يعني، خليها 3-1 مش مشكله. بس لا يعني الف مبروك الحقيقه. مش عارف اقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. بدون تحفظات، بدون اي حاجه. الحمد لله. الفوز حلو مفيش كلام، الشكل حلو، الشكل حلو، والفرحه حلوه، ومن حقكم يا لعيبه تفرحوا النهارده. ولكن انا عايز اقول لكم على حاجه قبل الاستوديو. انا قلت للكباتن معايا، وقلت للكابتن ايمن، وقلت للاستوديو احنا هنقابل مين في صحيح. قلت لك هنقابل مين؟ هتقول قلت لي هنقابل الترجي. وفعلا فعلا هنقابل فرقه مش سهله جدا. انا اتفرجت عليها، بيلعبوا كره جماعيه جدا، ولكن لو اكتمل السكواد بتاع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله اللعيبه بتاعتنا كلها رجعت باذن الله، ووقفنا على رجلينا، هيكون لينا كلمه هناك وهنا باذن الله.